على جانب آخر من التنمية، هناك مناطق يعاني سكانها وأطفالها من نقص أو انعدام مساحات اللعب الأمنة والصديقة للطفل، كما في منطقة دلاغة جنوب معان واللي بيقطنها حوالي 3000 نسمة. أولا نحن في قرية دلاغة طبعا مطالبنا كثيرة، لكن في مطلب أساسي مهم جدا صراحة صارنا فترة من الزمنية يعني ليست بقليلة بنسولف في هذا الموضوع، وهو موضوع المنتزه. يعني صراحة منتزه يعني لا يليق باسم قرية، هذا أول شغلة. وشغلة ثانية يعني صراحة يعني كثير عانينا من هذا المنتزه، أنه هو للأهالي وهم حاطينه أصلا في وسط مجمع سكاني أول شغلة، وشغلة ثانية صغير جدا مساحته، يعني صراحة يعني عائلة واحدة ممكن تسبب أزمة فيه، يعني صراحة صغير جدا. الصورة أبلغ من الكلام، أنه الأرضية سيئة جدا، صيانة لا يعمل له صيانة، حتى حارس مجرد حارس لا يوجد فيه، المراجيح واضح سيء جدا. طبعا هو من صغر حجمه، حتى يعني الأطفال بطلوا يجوا، يعني بطلوا يعتادوا الأطفال لأنه من صغر حجمه، وبصير في مشاكل كثير بسبب أنه صغير، وبعلمك الأطفال وبيلعبوا كذا، يعني هذه الأمور مسبب مشاكل صراحة بشكل كبير جدا. نحن شباب قرية دلاغة طالبنا بمركز الشباب وملعب خماسي، وكانت هنالك وعود ما قبل جائحة كورونا، ولكن لم تترجم أي من هذه الوعود على أرض الواقع لحد هذه اللحظة. قرية دلاغة مؤخرا حازت على المركز الأول في البطولة على مستوى لواء البتراء، وبالنظر إلى موقع القرية وكون الشباب القرية مهتمين بهذه الرياضة، لا توجد ملاعب لهذه القرية وكلها ملاعب ترابية، ونحن طالبنا مركز الشباب بإقامة مركز داخل هذه القرية، وكانت هناك مطالبات بالبحث عن بيت للإيجار داخل هذه القرية، ولكن البيت الأجار مسؤوليته ليست من مسؤولية أهالي القرية، بل من مسؤولية وزارة الشباب نفسها. على وزارة الشباب أن توفر هذا المركز داخل القرية. إحنا سكان قرية دلاغة يعني في عطلة الصيفية ما في أماكن نلعب فيها كرة قدم، نضطر نلعب في الشارع، وفي الشارع سيارة رايح جاي سيارة، وفي خطر على حياتنا، ويعني في كمان واحنا بنلعب في واحد ضربت سيارة وهي رجل انكسرت وما بيلعب معنا، وإحنا بنطالب ملعب وعشان نتسلى فيه وفي عطلة الصيفية.